مهم المدرسة بمستقبل كل فرد وبمستقبل الشعوب. نحن بلبنان كنا نتميز بالمستوى التعليمي اللي عنا إياه بالمدارس وبالجامعات، كنا نتميز كذلك بالمناهج التعليمية يلي عنا إياها، وكانت الشهادات من مدارس وجامعات لبنان مفخرة بكل أنحاء العالم. اللبناني ما فقد شهيته للعلم، ولكن الظروف يلي مرقت وعم تمرق على بلادنا خلقت الكثير من العقبات والمشاكل والمصاعب، ولكن اللبناني مبادر، وأحد أوجه هالمبادرة لدعم التعليم هو ما تقوم به الجمعية اللبنانية للتعليم البديل، وهدفها توفير العلم للكل. هدف كبير بيستلزم إرادة صلبة وتصميم ومتابعة ودعم. انطلقت بالمهمة وكانت مبادرة طبشورة هي العلامة الفارقة. طبشورة زرعت المعرفة من أقصى الوطن إلى أقصاه، ميزت بين تلميذ وآخر، وانطلاقاً من مبدأ العلم للكل. طبشورة هي البداية، ما بعتقد أنه رح يكون في نهاية لأن العلم ما بيخلص. كلمة رئيسة مجلس إدارة الجمعية اللبنانية للتعليم البديل نيلة زراء فهد. مرحبا فيكم جميعا. حضرة وزير التربية والتعليم العالي السيد عباس الحلبي، حضرة سفير ألمانيا إلى الجمهورية اللبنانية مستر أندرياس كيندل، حضرة مدير عام التربية السيد عماد الأشقر، حضرة رئيسة المركز التربوي للبحث والإنماء بروفيسور هيام سحاب، حضرة مدير مكتب جي آي زد في لبنان السيد توماس مولر، حضرة مديرة مشروع جي آي زد صوفا بلبنان السيدة لما زينون ثابت وفريق عمل المشروع، أعزاء الزملاء والأصدقاء، تتشرف الجمعية اللبنانية للتعليم البديل باستقبالكم بهالحدث اليوم يلي بيصادف اليوم العالمي للتعليم بحسب هيئة الأمم المتحدة. هدف لال هو توفير العلم للكل، وتتقوم بمهمتها تستعمل لال الوسيلة الرقمية، مقتنعة إنه الرقمنة لازم تلعب دور بالمساواة بتوفير علم مجاني وذو جودة عالية. بالوقت الحالي لال تمكنت إنه تلعب دور بالأزمة التربوية يلي عم بيعيشها البلد، في 50,000 تلميذ بيستعملوا منصة طبشورة، وفي 500 أستاذ فكروا معنا تنبني منصة للمدرس أو للمدرسة يلي هدفها دعم التعليم عن بعد. واليوم أنا بيسرني كتير أعلن أنه بالتعاون مع جي آي زد وبدعم من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية بي أم زد تمكننا من تطوير أوفلاين أب. هيدي الاب رح تحتوي على كل مضمون المحتوى تبع طبشورة، و رح يقوم استعمالها من كل التلاميذ بلبنان بلا انترنت. وباتفاقية مع المركز التربوي تم دمج بين منصة طبشورة والمنصة الوطنية يلي طورها المركز التربوي مواردي، من خلالها رح نقدر نتوصل لعدد أكبر بكتير من التلاميذ بكل المدارس خاصة كانت أو رسمية. مواردي وطبشورة والأوفلاين أب رح يكونوا على عدد كبير من التابلتس تم تأمينهم بدعم من الحكومة الألمانية، ورح يتوزعوا على مدارس رسمية على كافة الأراضي اللبنانية. والتعاون مكمل السنة، بهالتعاون مع جي آي زد رح نبني قدرات هيدول المدارس تيستعملوا هالمناهج على التابلت
ويدخلوها بإطار تعلم مدمج. هلأ أنا حابة أخبركم قصة لال، وما بقى رح أقرأ. ألو؟ سكرته. مشي؟ بقى يمكن أنسى، يمكن أغلط، بس مش مشكلة، رح جرب أخبركم هالقصة. هالقصة بلشت بال 2012 هون بهالمكان، إنه بهالجامعة، وكان مبادرة لزميلة ناجي غيرا Gracias.
culturally scale مهرة القومي 21 وبدي سلط الضوء على مشروع من المشاريع مع دكتور طارق أمين ودكتور ربيع المحير موجودين هون معنا. المشروع عملنا كومبيتيشن على احسن ليسن بلان، وكانوا الليسن بلان تبعنا نحن بنفكرهم تا يمشوا يزبطوا على الواتساب. كيف نعلم عبر الواتساب؟ لانه 80% من البلد بدنا نتعلم عبر الواتساب. سو الليسن بلان تبعنا فيهم اداه للواتساب. سو عملنا كومبيتيشن كثير، وكان عندنا 10 اساتذه ربحوا معنا. في بعض منهم موجود هون، اذا في حدا موجود هون، وحده اثنين اللي وقفوا
من كاميرا تعرف ليه ما هيش عارف ليه فينا نحولها ليه لإكسبيرينس علمية وفينا نبني قدرات الفريق تا يستعملها. عملت مثل سمول ريزمي عن لارس. وشو هو لارس؟ شو هي لارس؟ لارس هي منصة تبشورها للسنة مع كل الشركات اللي نحن فاتورين فيها نبين نوصل ل 200,000 يوزر. لارس فيها منهج، فيها نشاطات مشاركة للمنهج وغير منهجية، والاكسس بيصير اونلاين من تبشورها اوفلاين من تبشورها من خلال مواردي وبتبشورها انبوكس بالمدارس. لارس هي كمان للمدرس، والسنة حابين نوصل ل 2000 أستاذ نشتغل معهم ويستفيدوا من الكونتنت تبعنا. ولارس هي كمان سولوشن. وهلا بدي اتوقف على ذكرى شخصين عزيزين على الجمعية، غابي ونبيل. غابي ونبيل وأنا كمان بدي أقول شكراً لفريق لال على الشغل يلي عم يشتغلوه، يلي بيشكل نموذج كتير أساسي للشغل يلي كله لازم يصير بلبنان على مختلف القطاعات لنقدر نساعد كل الشرائح والجيل الجديد خاصة يلي هو بلبنان. بدي أقول كمان أنه مساعدة الجمعية اللبنانية للتعليم البديل لال على تنفيذ مبادراتها هو أمر ضروري حتى تكون هالمبادرات على مستوى عالي وعلى مستوى عالمي كمان إذا فينا نقول، وكي يتم أيضاً ضمان استمراريتها. في JIZ وهي شركة ألمانية مملوكة من الحكومة بألمانيا وبتشتغل بالشراكة مع العديد من الجمعيات بلبنان بقطاعات مختلفة ومن ضمنها قطاع التعليم، ومن هنا كانت الشراكة مع الجمعية اللبنانية للتعليم البديل. دخلت JIZ على خط مساعدة هالجمعية وهي موجودة بلبنان وتشتغل من أجل التنمية المستدامة والتعليم بشركات متعددة مع الحكومة اللبنانية والسلطات المحلية والمجتمع المدني والقطاع الخاص بتمويل من الحكومة الألمانية. كلمة توماس مولر من JIZ. Dear Excellency,
Abbas Halabi, dear German ambassador to Lebanon, Andreas Kindl, dear Director General in the Meher Imad Ashkar, dear Director of SIRD, Hiam Ishkar, dear Director of LAL, Naila Fahed, dear friends and colleagues, dear excellencies, dear partners. I'm very happy to be here today for this event. It feels like the circle has closed, and let me start with a personal story. Roughly a year ago, or a year and a half ago, I was traveling back home to Germany. It was still in the midst of a corona pandemic, and I met my neighbors, and I asked them how they're doing. And they said, it's okay, but you know, education of our kids is a challenge. The math teacher sends papers via mail. Our kids fill them in. They mail them back to the math teacher. He corrects them, and this is called remote learning. And I guess now, here with this event, we are an essential step further in that we all together have achieved to develop an online app which solves all the problems of sending papers forth and back for us. And I'm very happy that GIZ, on behalf of the German government and with funding from the German Ministry of Economic Cooperation, and of course in very close cooperation and partnership with the Ministry of Education and Higher Education, and first and foremost also the Center of Lebanese Alternative Learning, has supported the development of this Tapshura app that you told us about. I think it's a wonderful opportunity for students also in public schools to study remotely and to educate themselves offline. I think it's an additional and essential added value that the content of this platform is not informal, but it's the official Lebanese curriculum. So there's a standard applied across the board, but that there's also content which makes student fit for the challenges of our current times. I think we are all aware of the multitude of challenges that public schools currently face. The closures, the lack of access of many students to the internet, and of course, on top of that, if you think you've solved all that, maybe a global pandemic will hit you. So offline learning is here to stay, not just in Lebanon, but globally. And I think it's a great achievement that we all together have managed to find a solution for students and teachers of public schools. In addition to Tapshura, there will be additional platforms that were mentioned, among them also Mudares and Idara, to not just support students, but also teachers and administrators in public schools in order to make processes around school management more efficient and straightforward. And I think these will also be an essential contribution. Personally, I'm of the opinion that education may be the essential investment in a better future. I'm very happy that GIZ has been a long partner when it comes to education in Lebanon. We've supported the renovation of 64 schools across the country in the past. Through the predecessor of this program, we are continuously supporting the TVET sector, and we continue to partner with the mayor to design inclusive and green schools across the country to create a learning environment that Lebanese students can thrive in. Again, I want to thank you all, dear partners, for the good cooperation. A big thank you also to the German government for their dedication and support. And last but not least, a big thank you to the GIZ team that has done the support from our side. Today is a happy day for education in Lebanon, and may there be many more. Thank you. ليس في مجال التعليم فقط بل في مجالات متعددة وقفت ألمانيا إلى جانب لبنان وهي تسعى مع شركائها الأوروبيين من أجل مساعدة الشعب اللبناني في قطاعات مختلفة
ومنها قطاع التربية والتعليم. وتسعى ألمانيا أيضاً جاهدة كي يبادر المسؤولون في لبنان نحو سياسة إصلاحية تساهم في إخراج لبنان من كل أزماته أو بعض أزماته. ألمانيا الدولة الاتحادية تدعم الجمعية اللبنانية للتعليم البديل لال، وتضعها كنموذج متقدم لما يمكن أن يحصل في قطاع التعليم من تطور وانتشار يطال كل لبناني ومقيم على أرض لبنان أينما كان. كلمة سعادة سفير ألمانيا أندرياس كندل. Thank you for your friendly words. I'll be a little bit shorter today before my voice breaks off. Today is the International Day of Education, and I think it's a good opportunity to thank all teachers for what they are doing to pupils and how they are helping to develop not only individuals, but families and also society. So thank you very much from this desk to all the teachers here in the room. And I know particularly that it is a very difficult situation for you in this country at the moment. So I really encourage you to stay on the job, and I want to recommend what you've been doing during those difficult last 3 years. Thank you for inviting me, Excellency, my friend Abbas Halabi. I think I spend more time with you than with a large part of my family these days. We are meeting almost every week, I think, sometimes twice. So since this is the day of International Day of Education, I think it invites us to further reflection on this vital sector. And as I said, education not only helps to develop individuals and families, but it is also the basis for a stability in the state. Without education, you lose sometimes a generation of pupils, and this leads to massive negative consequences for the state. So this is really an important sector. As Thomas Müller said, I think this is what you can see from the support Germany has been giving to this country, probably the most important sector. We've been investing, as I see it, investing hundreds of millions of euro in Lebanon, in education. And not only with GIZ, but also via the other agency, we are having KfW into the system. Here in Lebanon, we are now at a juncture where the education sector has to strengthen its abilities to deal with the growing numbers of students. And primarily with the collapse of basic government-provided services. You all know this much better than I do from your daily life. Private sector seems to be recovering slowly, but the public sector is in dire straits. Financially, but also institutionally. So we are seeing institutions, public institutions, state institutions breaking away, and this is not a good sign. Also other services like water, electricity, and internet sometimes, you all know this much better than I do. So to have a toolbox like the one Naila just presented is a fantastic instrument in times when it was meant to be maybe for bridging the problems we have with Corona and the
the lack of education because we could not come to schools and teachers could not come and students. But even now with a difficulty in terms of electricity, this is an ideal instrument. So I think the support we've been giving comes at a good time. SUFA, which was mentioned by Thomas Müller, is a larger project, and I just we are looking here now at digitalization. But I just want to mention that today, also in the framework of SUFA, we are providing solar panels to schools. A school in Zug Mosbeh is provided with the solar panels today. So this is a wide program covering several aspects of schooling, green schooling, healthy schooling, and also digitalization. I'm glad that Naila picked up the idea of renaming the app Almodarisa, since we've seen that most actively there are women, female teachers. So I really think it's important to underline this gender aspect. It's often forgotten, and in other facilities or at other times, I'm really pushing for this idea of equal participation and gender presentation, which I think is important, and it shows in the name. So thank you to the institutions. Also, Naila mentioned all the other institutions being at play here, Right to Play, Their World, Anna Akra and Skilled, and the Malala Fund. So I'm really happy that this is a bigger movement we can support here. Thanks again to GIZ and to Mayor. Both teams have been working hard on this, and I really appreciate that we can do something like this together. Thank you very much. تعتبر وزارة التربية في لبنان الناظم لقطاع التعليم والتربية في مختلف المراحل والمجالات، وتبادر الوزارة من أجل الإبقاء على هذه القدرة وهي الميزة اللبنانية، ولكن المهمة صعبة في هذه الأيام، ولا بد من تضافر الجهود الرسمية مع جهود المجتمع المدني والجمعيات ودول ومؤسسات في العالم مهتمة من أجل منع انهيار القطاع التعليمي في لبنان. هذا ما يحاول أن يقوم به وزير التربية عباس الحلبي في ظروف صعبة جداً لم تبقى فيها مشكلة إلا وواجهته، ولكنه وكما يبدو مصمم على تذليل كل الصعاب والعقبات حتى ولو كانت العين بصيرة واليد قصيرة. الوزير عباس الحلبي يشجع المبادرات الناجحة والمفيدة في قطاع التعليم، وما حضوره اليوم بيننا سوى تأكيد حسي على دعمه لما تقوم به الجمعية اللبنانية للتعليم البديل والمشاريع التي تقوم بها لتوفير العلم للكل. كلمة وزير التربية عباس الحلبي. أحييكم جميعا وبسلم عليكم وبهنيكم باليوم العالمي للتعليم وللتربية هذا النهار. تنرد التحية لسعادة السفير الصديق العزيز والذي يتفهم عملنا ويدعم عملنا في وزارة التربية والتعليم العالي، وهو شريك أساسي لوزارة التربية. كمان بحييه على كل الجهد اللي عم بيقوم فيه لمساعدة هذه الوزارة.
Mr. Thomas Müller, welcome in Beirut, and thank you for your cooperation also with Mehi. شركاء الأعزاء القائمين على هذه المؤسسة العزيزة واللي كمان منحييكم ومنهنئكم على الشغل اللي عم تقوموا فيه. التعليم والتعلم البديل، شكرا استاذ بسام على هالمقدمة. خليني هيك كمان احكي شوي خارج النص. يؤسفني انه نكون عم نحتفل باليوم العالمي للتربية والتعليم ومدارسنا وثانوياتنا ومهنياتنا الرسمية مقفلة، وذلك بسبب اضراب المعلمين الذين يطالبون بحق، ونحن معهم بتوفير الحد الأدنى من العيش الكريم بعدما انخفضت مداخيلهم بشكل كبير نتيجة سقوط العملة ونتيجة الأزمة المعيشية التي يكابدونها أيضا. ولكننا اليوم، أنا كنت عند دولة رئيس مجلس الوزراء صباحاً، ونتيجة اتصالاتنا مع الجهات المانحة توصلنا إلى شيء نعرضه على روابط المعلمين لندعوهم إلى وقف الإضراب والعودة إلى الدروس. من الجهات المانحة أبلغناهم ما توفر لنا من المساعدات والحوافز، وهي بدل الإنتاجية أكثر أن تكون من حوافز لأنها مرتبطة بأيام الحضور. ومع الدولة اللبنانية حكينا مع دولة الرئيس اليوم على أن يتم بحث وضع المعلمين بجميع المسميات في جلسة قريبة لمجلس الوزراء التي آمل أن لا تكون بعيدة وهي قيد التحضير قريبا جدا. لكن هذا لا يعني أن بإمكاننا الاستمرار في وقف الدروس، لأن ذلك يصيب ضررا فادحا لتلامذتنا ولأولادنا، وبصورة خاصة الذين لديهم محطات أساسية مثل تقديم البروفي والثانوية العامة. لذلك أنا من على هذا المنبر أدعو المعلمين إلى العودة إلى الصفوف في دوامي قبل الظهر وبعد الظهر لكي لا نخسر المزيد من الوقت أمام التلامذة، مع الأمل بأن ما توفر لدينا من الجهات المانحة وما وعدنا به في جلسة مجلس الوزراء قد يشكل أمرا مقبولا من قبلهم، وإن كان ربما ليس كافيا. شكرا. هاجسنا الأول والأخير هو المتعلم، إذ أننا نكرر في كل مناسبة حرصنا على عدم خسارة سنة دراسية إضافية بعد الفاقد التعلمي الكبير الذي نتج عن الحجر والتعطيل القسري. وبرزت الحاجة الملحة إلى توفير الأجهزة الإلكترونية لتلامذة المدارس الرسمية لتلبية احتياجاتهم ومواكبة التعلم الرقمي. في هذا الإطار نتوجه من هذا المنبر، منبر جامعة القديس يوسف العزيزة على قلبي وأنا خريجها والعريقة في دورها التاريخي والراهن، لتقديم الشكر إلى حكومة ألمانيا الاتحادية ممثلة بسعادة السفير أندرياس كاندل
وذلك من خلال الهبة المقدمة عبر الوكالة الألمانية للتعاون GIZ لصالح وزارة التربية والتعليم العالي، الهادفة إلى تنفيذ مشروع الإدارة المستدامة للمنشآت المدرسية سوفا، التي تتضمن إعداد دليل لصيانة المنشآت المدرسية لضمان استدامة أعمال الترميم التي تسهم الجهات المانحة في تمويلها، إضافة إلى تقديم تجهيزات إلكترونية ومعدات طاقة شمسية ومواد لصيانة المباني المدرسية في عدد من المدارس والثانويات الرسمية. إن أهمية هذه الهبة تتمثل من خلال الدعم والجهودية الرقمية التي توفرها لعدد كبير من المدارس والثانويات الرسمية، إذ أننا تبلغنا من وكالة GIZ بإنهاء عملية إخراج الأجهزة الإلكترونية والمعدات من المرفأ والمطار، وأنها ستقوم بتوزيع، تبهل الرقم، 60,000 كمبيوتر لوحي تابلتس على التلامذة. وقد وافقنا على آلية التوزيع المقترحة من المدير العام الذي يعمل وفريقي على التنسيق الدائم مع GIZ في شكل مباشر لإتمام التحضيرات اللازمة لعملية التوزيع، التي أكرر أن GIZ ستتولاها من بشكل مباشر من مستودعاتها، حيث يتم حفظ الأجهزة وبالتالي تسليمها إلى المدارس والتلاميذ مباشرة من قبلهم، أي أن الوزارة لن تتسلم مباشرة هذه الأجهزة، بل ستذهب مباشرة من GIZ إلى المدارس والثانوية، حتى ما يطلع لنا بكرة خبرية وين الكمبيوترات. كل ما تحركنا وين. كذلك سوف يتم دمج منصة تبشورة، حلو الاسم بس ما لقيتوش غيره، تبشورة، خلص أيام التبشورة التي طورتها المنظمة اللبنانية للتعليم البديل لال في الأجهزة اللوحية التي ستوزع على المدارس الرسمية من جانب GIZ، وسوف تضمن لال في خلال العام المقبل بناء قدرات المدارس على استخدام الأجهزة اللوحية. شكرا لكم. إننا نشكر الجانب الألماني على الهبة الكريمة وعلى كل المشاريع التي قدمتها ودعمتها الحكومة الألمانية مباشرة أو عبر وكالة GIZ، وذلك عبر إسهاماتها في دعم المنظمات الدولية الشريكة معنا في التعليم. كما نشكر المنظمة غير الحكومية للتكنولوجيا التعليمية لبنيز Alternative Learning LAL التي قامت بإنشاء منصة تبشورة لدعم المناهج اللبنانية بتجربة تعليمية رقمية كاملة بثلاث لغات وكل المواد الدراسية من الروضة وحتى الصف التاسع، وتحميلها موارد تعليمية وبرامج داعمة للمعلمين والمديرين والمدارس. وأدعو المعلمين مثل ما حكينا إلى العودة إلى التعليم الحضوري في دوامي قبل الظهر وبعد الظهر، لكي تشكل هذه المنصات والبرامج والأجهزة والكتب الرقمية وسائل تربوية مساعدة وداعمة لتحسين نوعية التعليم، لأننا نخاطر بالسنة الدراسية إذا ما استمر الإضراب. وكنت قد أعلنت الأمس واليوم عبر بيان صحفي أن الوزارة قد أمنت بعض الحوافز للمعلمين والعاملين في المدارس والثانويات الرسمية من الجهات المانحة، وسنتابع السعي مع الحكومة في جلسة قريبة لمجلس الوزراء للبت بعدد من الطلبات التي تصب في مصلحة التعليم الرسمي وتنصف المعلمين وتسهم في تخفيف معاناة معيشية. شكرا لحضوركم ولمتابعتكم ولدعوتنا ولحضورنا نحن وأصدقائنا الألمان. شكرا. يعني إن شاء الله يسمعوا أساتذة التعليم الرسمي نداء
الوزير وزير التربية لحتى يرجعوا على المدارس ويرجعوا التلاميذ على المدارس، لأنه عم يخسروا أيام وراء بعضها وأشهر وراء بعضها، ورح يخسروا السنة الدراسية إذا استمرينا على هذا المنوال. ولكن كمان برجع بقول أنه رغم كل شيء، الدولة اللبنانية عم بتحاول أن تضل عم بتواكب التطور على الصعيد التربوي، وأحدى المؤسسات اللي عم تلعب دور أساسي بهالإطار هي المركز التربوي للبحوث والإنماء. ومن هون وجد بلاتفورم مواردي، وعلى مواردي أيضاً بتلاقوا بلاتفورم طبشورة. خلينا نشوف فيديو صغير عن مواردي. أصدر المركز التربوي للبحوث والإنماء الكتاب المدرسي الوطني بنسخته الإلكترونية من خلال تطبيق CRDP e-books، ووضعه بخدمة القطاع التربوي ليلبي حاجة المدارس اللبنانية للكتاب الوطني وليترافق مع متطلبات وحاجات التلميذ والمعلم. بيوفر التطبيق كتب المنهج بشكل كامل بحسب اللغة المختارة والسنة الدراسية. يمكن تحميل هيدا التطبيق عبر أنظمة iOS وأندرويد من خلال مخزن التطبيقات لكل نظام، أو من خلال نظام ويندوز عبر الموقع الإلكتروني للمركز www.crdp.org واستخدامه أوفلاين. المركز التربوي دايماً بخدمتكم، بيأمن استمرارية تطوير التطبيق وفقاً لملاحظاتكم. بالتربية نبني معاً. تم إطلاق منصة مواردي لتواكب التوجه التربوي الذي اعتمده المركز التربوي للبحوث والإنماء للتحول الرقمي. تعد منصة مواردي مكتبة رقمية تشكل مستودعاً يفسح المجال أمام المعلمين والمتعلمين في الاستعانة بعدد كبير من الموارد التعليمية الرقمية المحلية والعالمية العائدة لجميع المراحل والصفوف ولجميع أنماط التعلم وفقاً لما يناسب المنهج اللبناني. وتتم هذه الاستعانة عبر أربعة أنواع من الموارد هي الآتية: الموارد التعليمية المفتوحة OER Open Educational Resources، الموارد التي ينتجها المركز التربوي CRDP Production، الموارد التي ينتجها الشركاء التربويون Providers، الموارد التي ينتجها عموم التربويين Crowd Content. تتميز منصة مواردي بميزة تسمح للمركز التربوي بالتحكم بإدارة المنهج ديناميكياً Dynamic Taxonomy، بحيث يتم دمج وإدارة مصادر أبواب المحتوى الأربعة للمكتبة الرقمية بحسب المنهج المعتمد، وذلك بهدف تسهيل الوصول إليها سواء تم شراؤها أو تطويرها أو جمعها من الموارد التعليمية المفتوحة أو التي أنتجها التربويون المختصون. ربط المركز التربوي منصة مواردي تقنياً بمخزن رقمي لأرشفة ما يلزم، وبمنصة مودل لتشغيل الدروس التفاعلية، كما تم ربطها بتطبيق الكتاب الرقمي CRDP e-books. للدخول على منصة مواردي mawaridi.crdp.org، تسجل على المنصة، وفي حال واجهتك أي مشكلة فإن وحدة الدعم في المركز التربوي للبحوث والإنماء موجودة لمساعدتك متى أردت. للبحث عن مورد ما على منصة مواردي يمكنك اختيار الدخول سواء على المكتبة القائمة على المواضيع حيث تختار الصف والمادة والفصل والموضوع، أو على المكتبة القائمة على الأهداف حيث تختار الصف والمادة والمعيار والهدف. لنقوم بجولة مفصلة على الأبواب الأربعة. أولاً، الموارد التعليمية المفتوحة هي الموارد التي يتم جمعها من الإنترنت بواسطة محرك البحث Clever Owl الذي يعتمد تقنيات الذكاء الاصطناعي، وينتقي منها المختصون في المركز التربوي ما يتوافق مع المنهج اللبناني بهدف إغناء المكتبة الرقمية. ثانياً، الموارد التي ينتجها المركز التربوي. ينتج المركز التربوي موارد رقمية ودروساً تفاعلية لجميع المراحل التعليمية، وتوضع تلقائياً في مخزن المكتبة الرقمية. ثالثاً، الموارد التي ينتجها الشركاء التربويون. يتيح هذا الباب ربط منصة مواردي بأي منصة محلية أو عالمية تؤمن خدمات تتعلق بجميع أنواع الموارد الرقمية المتوافقة مع المنهج اللبناني. نذكر منها منصة طبشورة، Big Bad Boo، كانوبي، International Rescue Committee. رابعاً، الموارد التي أنتجها عموم التربويين في القطاعين الرسمي والخاص،
هو محتوى يتم الحصول عليه من المعلمين والتربويين المختصين ومن المؤسسات التربوية للمساعدة في إثرائها بمحتوى يتناسب مع المنهج اللبناني. تتيح هذه الميزة للمعلمين والمؤلفين المبدعين والمبتكرين تحميل الموارد التي أنتجوها ومشاركتها مع المجتمع التربوي، وبالتالي يتم تشجيعهم على استخدام أداة التأليف الموجودة على المنصة لإنتاج الموارد التربوية وفقاً للمعايير الخاصة التي أعدها ونشرها المركز التربوي للبحوث والإنماء، ويمكنهم من ثم تحميلها وفقاً لآلية المشاعر الإبداعي Creative Commons التي حددها المركز التربوي بهدف بناء تجربة جماعية تعزز التعاون التربوي. تتميز منصة مواردي بخطة سير عمل آلية للتقويم Workflow Evaluation، حيث تخضع كل الموارد للتقويم من قبل المركز التربوي بإشراف الأقسام الأكاديمية كل بحسب اختصاصه للتأكد من مطابقتها وملائمتها للمنهج اللبناني قبل نشرها للمتعلمين عبر المكتبة الرقمية. وقد زودت منصة مواردي أداة تأليف متطورة Author Tool تتيح للمستخدمين المبدعين والمؤلفين في المركز التربوي تأليف دروس تفاعلية مع إمكانية استخدام الموارد المتوفرة في مكتبة المنصة الرقمية وفقاً لسياسة الإبداع المشترك. بالتربية نبني معاً. طيب بختام هذا اللقاء بس بدنا ناخذ بعد اول شيء 3 دقائق من وقتكم في لعبه صغيره ب3 دقائق، لانه عم بيقولوا لي انه ما فينا نعمل 2 options، نقول للناس تظهر والناس تضل جوا. اوكي، فاذا كمان بدنا نرجع ناكد انه كل الخدمات اللي بتقدمها طبشوره هي خدمات مجانيه، وطبشوره مجانيه لكل التلاميذ ولكل شخص مهتم انه يستفيد مما تقدمه طبشوره. حتى تعرفوا شو بتقدم طبشوره بعد ما تخرجوا من هالقاعه فيكم تشوفوا الستاندات الموجودين برا يلي بتشرح لكم بالتفصيل شو طبشوره بتقدر تقدم، شو بتقدر تساعد الطلاب بواسطه هالوسيله المهمه للتعلم والتعليم للكل. وكمان بحب يشرب قهوه، كمان القهوه موجوده. يعطيكم العافيه. خلاص.